السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، يعني حضرتك بتنورنا كتير وبتقول لنا حاجات احنا ما كناش نعرفها قبل كده، بتفتح مفاهيم كتيرة جدا. بس الحقيقة أنا عايزة أسأل حضرتك في موضوع الطلاق، لأن كل واحد دلوقتي بيقول لمراته أنت طالق بالبق لغاية لما تبقى 3 مرات يبقى خلاص لا تحل، ليه إلا إذا اتجوزت واحد تاني وهكذا، اللي احنا بنعرفه من زمان ومن شيوخنا من زمان. لكن حضرتك نورتنا وقلت لنا إن الطلاق بيبقى بوثيقة، زي ما اتجوز بوثيقة بيطلق بوثيقة أو بشهود. فعايزة أعرف حضرتك إيه الدلائل اللي حضرتك، أنا سمعتها قبل كده بس عايزة أعرفها تاني، ولو حضرتك من فضلك الكلام ده لازم تعيده مرة واثنين وعشرة، لأن في بيوت كتير بتتخرب من هذه المسألة. عايزة بس أعرف حضرتك المرجعيات اللي حضرتك قلتها قبل كده. تمام. من المذاهب مين اللي قال كده ومين اللي قال كده ومين اللي قال إن هي لازم تبقى بوثيقة عشان الناس تتعلم وتعرف، وإن البيوت الخربانة دي تعمر تاني؟ من فضلك من فضلك لو سمحت. إن شاء الله. وبعدين معلش أنا عايزة أكلم حضرتك شخصيا، لأن في حاجة مهمة جدا جدا ليا أنا شخصيا مش هقدر أقولها على الهواء. ينفع ترجع للكنترول تاخد الرقم؟ عايزة طيب ارجعي حضرتك للكنترول يدوا لحضرتك الرقم. وفضلت الشيخ أعتقد إنك بترد طول الوقت، بشوفك بترد على التليفون وبتجاوب على ناس. شكرا جزيلا لحضرتك. مريض بس في الأحوال دي. ما يعني حصل لي من كتر الرد فعلا مشكلة في الأذن الوسطى كده، فأحيانا بروح بقفل التليفون وأفتح التليفون علشان بس طبعا احنا خدامين الناس كلها. الله يكرمك. الله يتقبل. هيك استندت على ايه المرجعية اللي استندت عليها لما قلت انه لازم الطلاق يكون بشهود او بوثيقة هو او موثق؟ هو بال 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 اولا بس نفهم ما معنى كلمة زواج. ايوه. هو اسمه عقد نكاح. عقد يعني ايه؟ عقد يعني تعاقد. التعاقد يعني شيء معقد، شيء عقدة في حبل. الشيء المعقد دوت له احكامه اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفها في القرآن بأغلظ صفات العقود في القرآن. قال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. سمعين يا جماعة، ميثاقا غليظا. أنا بنادي كل شيوخنا وعلمائنا ودار الإفتاء ومشايخ الأزهر بأنهم يتذكروا معايا ويقولوا للناس يعني ميثاقا غليظا اللي اتقالت للأنبياء في سورة الأحزاب. وإذا أخذنا من النبينا ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أخذنا منهم ميثاقا غليظا. فالميثاق الغليظ هو ميثاق المعقد المحكم. مين اللي غلظه ومين اللي احكمه ومين اللي عقد احكامه ومين اللي اغلظ احكامه؟ هو الله سبحانه وتعالى. هل من الممكن ان يفك بكلمه؟ هو ده السؤال اللي احنا بنساله وبنطرحه كبدايه تفكير عشان نقدر نقول الكلام ده. يعني لما واحد يجي يتجوز واحده بيعمل ايه؟ بيشوفها وبعدين بيتكلم عليها. عندنا في العرف يقرا الفاتحه وبعدين يجيب اهله ويجي يعملوا شبكه وبعدين يعلنوا الخطبه وبعدين ينزلوا ينقوا الشبكه ولا معرفش العفش ولا، وبعد كده بيتعمل الفرح والدعوات والمعازيم وده حضر وده ما حضرش وده جه وده ما جاش. المأذون يجي وياخد بتاعه يروح يسجله في الشهر العقاري والقسيمه تطلع بعدها. ايوه. ويجي راح راجل اسمه مأذون لابس مأذون كده ويجي متابع وزاره العدل بختم قد كده ويقعدوا يبصموه ويفيشوه كما لو كان بيعمل أدلة جنائية، تفيش وصور ويعمل شهادة صحية بخلوه من الأمراض المعدية. كل الكلام ده علشان ياخدها إكراما ليها. وإكراما ليها لو عاوز يسيبها يروح مطلعها بقميص النوم الساعة 3 الصبح؟ هل هذا الكلام هم قاعدين بياكلوا بسلة ولا قاعدين في ترابيزة على ترابيزة السفرة اختلفوا مع بعض الملح قليل الملح زيادة يروح يقول لها اطلعي بره لمي شنطك كأنها قاعدة في أوتيل؟ هل المرأة وضعها عندنا في الإسلام بعد هذا التكريم اللي كرموا ليها رب العالمين إنها تقعد مع جوزها مهددة علشان يتقال لها كلمة روحي يا نفيسة أنت طالق، تروح خارجة نفيسة ولما شنطتها وليس لها أي شيء لا في الناقة ولا في الجمل ولا؟ هل هذا الكلام يرضي الله؟ وهل هذا الكلام يعني طب لا أنا بكلم كل واحد دلوقتي سامعني عنده ورشة ولا عنده مصنع ولا عنده محل تقدر تمشي عامل عندك تقول له أنت مرفوض يا عبد السميع؟ يقدر يقولها العامل؟ لا. أبي ده حيكون عنده 35 جهة نقابية تعلقه من لغلوغ رقبته. ها؟ ويمكن يدخل السجن كمان. ده اسمعي، يدخل السجن
ايوه علشان طرد العامل اللي عنده ده. في لجنه ما اعرفش اسمها، لجنه ثلاثيه ولجنه رباعيه ولجنه خماسيه وقانون العمل وما اعرفش ايه وعقد وتخرج ومكافاه نهايه الخدمه. ماشي. الكلام ده ما بنعملوش مع اقدس تعاقد عندنا في الاسلام وهو عقد الزواج. هل هذا يقول احد؟ دي النقطه رقم واحد. النقطه رقم اثنين، علشان نكون صراحه وواضحين، المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لما بيقول ايه في سوره الطلاق، يقول مثلا ايه: ولا تكتموا الشهاده واقيموا الشهاده، ومن يكتم ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه آثم قلبه. يعني لما الانسان يطالب بالشهاده في العلاقه الزوجيه، جم العلماء وجم اهل التفسير وبعضهم يعني وراحوا شايلينها للرجعه، قال لك ان دوت لو رجع مراته يشهد عليها، انما ما يشهدش اثناء الطلاق. لذلك الكلام ده رفض. يعني ايه شايلينها للرجعه؟ يعني لو واحد طلق مراته، لو واحد طلق مراته يقدر يرجعها بالبق كده، لا خلاص انا رجعتك تمام. فبس يجيب شهود، يجيب شهود، انما لو جه طلقها مش محتاج شهود. فده تناقض عند من قالوا بهذا الراي. يعني لما طلق مراتي مش محتاج شهود، ولما اجي ارجعها محتاج شهود؟ هو ده الكلام الغريب جدا. فطبعا ذهب الامام ابن كثير والامام القرطبي في تفسيريهما على انه هذا الامر ينطبق على الطلاق زي ما ينطبق على الرجعه. اشمعنى انتوا بتقولوا الرجعه بس اللي محتاجه شهود؟ ما هو الطلاق برضو محتاج اشهاد. ايوه. الامر الثاني، الامر الثالث اقصد، في واحد اسمه الشيخ سيد سابق فقه السنه. طبعا اقروا الشيخ سيد سابق في فقه السنه، في الاحوال الشخصيه، في الرجعه، بيقول ايه في كتابه فقه السنه؟ بيقول والاولى والارجح كده ان هو ان يكون هناك اشهاد على الطلاق كما يكون هناك اشهاد على الرجعه. طيب الائمه الاربعه متفقين على ايه؟ الائمه الاربعه بيقولوا انه الطلاق الشافعي مشافهه يقع. بس الائمه الاربعه ما نفوش الاشهاد. الائمه الاربعه اختلفوا بقى في الاشهاد. الاشهاد دوت الشافعيه لهم قول او لهم راي على انه لابد من الاشهاد عند الطلاق. ومش كده وبس، ده سيدنا الصحابي الجليل عمران ابن حسين رضي الله عنه وارضاه استفتي في مساله، وكان من فقهاء الصحابه سيدنا عمران ابن حسين، ان رجل طلق لغير اشهاد وراجع لغير اشهاد، هل هذا يجوز؟ سيدنا عمران ابن حسين قال: هذا طلاق وتلك رجعه لم تتم، فلا يعد الطلاق ولا يعد الرجعه ولا كانه عمل حاجه. يعني لابد من وجود الشهود، لابد من وجود الاشهاد. ده مين اللي قال كده؟ سيدنا عمران ابن حسين رضي الله عنه وارضاه، الصحابي الجليل عمران ابن حسين. والقول ده مذكور في النسفي والقرطبي والبيضاوي والالوسي والطبري، في كل كتب التفسير فيما نقل عن الصحابي الجليل سيدنا عمران ابن حسين رضي. مش عارف ليه الناس ما خدوش بهذا الكلام. الظريف ان الاماميه الاثنى عشريه، الاماميه الشيعه، خدوا بهذا الكلام وقال لك صحيح، لا طلاق بغير اشهاد. ما فيش حاجه اسمها يقول لا انت طالع كده وخلاص، وقولها في التليفون وبيتخانقوا مع بعض. 200 الف خناقه بتحصل من ضمن وسائل الخناق العاديه. ايوه. اذا يجوز يا فضيله الشيخ انه حتى لو الائمه الاربعه ما اجمعوش، او حتى لو في ما فيش اجماع على حاجه معينه، يجوز ان انا اركن لرايي؟ طبعا ذكر. وده دليل بقى رد على الكذاب الاشر، ده ردا على الكذاب الاشر، ده دليل ان احنا مش بنقدس اقوال الائمه الفقهاء. ادي الائمه الاربعه ذهبوا راي. الائمه الاربعه مثلا قالوا طلاق المعلق يقع. وسيد سابق اهو طلع وعمل وقال راي تاني. شوف يا بنتي، الائمه الاربعه قالوا الطلاق المعلق يقع، الائمه الاربعه، ابن تيميه قال لا ما يقعش.